جرحى في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي جراء قصف جوي ومدفعي من قبل قوات النظام استهدف المنطقة. جيش خالد المتهم بمبايعته لتنظيم الدولة يهاجم من عدة جهات مواقع الثوار في قرية حيط على الحدود الأردنية في ريف درعا. وفصائل الجيش الحر تعلن صد الهجمات وقتل وإصابة 10 من عناصره. إسرائيل تهدد برد عنيف مقابل أي محاولة لقوات النظام الانتشار في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح في هضبة الجولان المعلنة في عام 1974 والمراقبة من الأمم المتحدة. قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري تقول إن فصائل الجيش الحر في درعا سلمت 11 دبابة وخمسة عربات عسكرية للمشاة وأربعة عشر صاروخا مضادا للدبابات وثلاثة مدافع مضادة للطائرات. مقتل 10 عناصر من قوات النظام وإصابة 15 آخرين بهجومين لفصائل الثوار على مواقعهم في محيط قرى كلز والصراف والزيارة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي. بعد تسليم النظام إدارة النفوس في حماة أسماء 120 معتقلا قضوا تحت التعذيب، وصول قوائم إلى دائرة النفوس في الحسكة تضم أسماء أكثر من 600 من معتقلي المحافظة استشهدوا في معتقلات النظام.